تعالى بقى نطمن برضو الجمهور عن حال اللعيبة. يعني نبدأ كده بقفشة ومحمد هاني. من الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي قال إن محمد مجدي قفشة هيجري أشعة على يعني القدم بعد شكواه. كان في صورة كده كمان متداولة من إصابة خلال مباراة السوبر الإفريقي أمام نهضة بركان المغربي، وكان تعرض زي ما احنا كلنا شفنا الاصابه في كاحل القدم، وحدث شويه تورم كده في موضوع الاصابه، وتحدد الاشعه اللي هيجريها اللاعب في القاهره يعني هتحدد بقى هي حجم الاصابه وفرص مشاركته في التدريبات الجماعيه من عدمها. ان شاء الله يعني يرجع لنا بالف سلامه، ولو كان على فكره محتاج لراحه ياخد الراحه بتاعته تماما. احنا مش عايزين يعني عايزين كل اللعيبه يكونوا موجودين واكيد ومتواجدين في الملعب وهم يعني في اتم صحه، واكيد اكيد الجهاز الفني ايضا يعني، بس احنا بنتمنى ان شاء الله ان هو يقوم بالسلام. ان قفشه يعني ما فيش كلام، طب عنصر اساسي ورئيسي وبعدين مايسترو في كتير جدا طبعا. من الاوقات الحقيقه كمان محمد هاني وهو واحد من اللعيبه المحترمه جدا اللي دايما بيدوا ثقه كده للناس وهما بيتابعوا اي مباراه موجود فيها. محمد هاني هو كمان هيجري اشعه على القدم بعد ما تعرض لاصابه خلال مباراه السوبر الافريقي امام نهضه بركان. كان يعني اشتكى من الاصابه، وكان تشخيص الجهاز الطبي المبدئي وقتها ان هي عباره عن شد في العضله الاماميه، لكن اكيد اللي هتحسم الامور هي الاشعه، هتبين حجم اصابه اللاعب وبالتالي هتبين موعد مشاركته في التدريبات خلال الايام المقبله. الف سلامه عليك يا هاني، والف سلامه عليك يا قفشه، وان شاء الله تنوروا الملاعب في اسرع وقت باذن الله.